ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك كمان في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. الفيديو النهارده ريفيو عن الفوط الصحيه من شركه صوفي. انا طبعا عملت فيديوهات كتير قوي عن المنتجات اللي انا كنت بستخدمها للباد وانا بره مصر، والحاجات الحلوة اللي فيها والحاجات اللي كانت وحشة بالنسبة لي. يمكن دي تاني حاجة استخدمها لما جيت هنا. ما كنتش حابة اجرب صوفي قوي، لان في يعني في بعض الكلام بس زمان شوية سمعته عنها ما كانش حلو، فما كنتش حابة اجربها. فبما ان هما غيروها وطوروا فيها حاجات، فقلت ان انا اجرب، انا مش هخسر حاجة، بس ما رضيتش اجيب العرض الكبير، اشتريت حاجة تكون صغيرة. حقيقة انا اتفاجئت جدا لما استخدمتها، حلوة جدا، نظيفة. يمكن اولويز انا كنت حابه فيها ان هي الترا، دي الترا اكتر منها. يعني بصوا رفعها قد ايه، مفيش اصلا رفع، يعني مفيش. ده غير كمان ان هي عريضه، فهتديكي اكبر قدر ممكن من الحمايه، تقدري تستخدمي الطول المناسب ليكي. سعرها مناسب جدا برضو، سواء لو هتشتري واحده لوحدها او لو هتجيبي عرض. العرض دايما بيبقوا ثلاثه مع بعض. صراحه انا اتفاجئت بيها، ملمسها ناعم، مش هتحسي بيها. بالنسبة لي كمان عشان دي منتج مصري، فدي كمان حاجة كويسة ان احنا نشوف بدايل مستوردة بمصري. فانصحكم جدا ان انتوا تجيبوها وتجربوها، لان فعلا هتعجبكم جدا. وبس،